خلونا نبدأ بالأخبار. بعد يومين كانوا صاخبين كون كان عنا في ولادة لقمر ببرج السرطان. اليوم القمر طبعا غير موقعه ورجعت الأمور تمشي كما هي. بداية اليوم الحظوظ ليست من نصيب برج الدلو. يسعد لي صباحك. يعني اليوم في شوي هيك مواجهات عند مولود الدلو، في ضغط عملي كتير كبير عنده، في بعض التأخيرات عم بتصير. اليوم بدك تكون حذر مولود الدلو من تصعيد أي مشكلة، من تصعيد أي نقاش ممكن يسببه التوتر يلي حاسس فيه أو مشاكل بتظهر. في عنده هيك ضغط مولود الدلو الحقيقة، وهو هذا الأسبوع كتير ضاغط، يعني مو بس يوم يومين وبالأحرى شهر. يعني معلش بدي أقول لمواليد الدلو سلفان هذا الشيء، فلهي خليكم حذرين كتير. حتى لو اضطريتوا تعالجوا أمور عالجوها بهدوء، بروية، بدبلوماسية، لأنه الحقيقة فترة يعني ينصح فيها بعدم التسرع باتخاذ أي قرار. تاني مولودنا اليوم مولود الثور الحقيقة. صباحه اليوم ما بعرف، متضايق مولود الثور، متوتر المزاج شوي. في شيء عصعيد حياتك الشخصية، عصعيد حياتك العائلية ما بيمشي كما يجب يعني، فطريقة كلامك يمكن شوي تكون حد اليوم. في مسؤوليات كمان، المسؤوليات أحيانا بتسبب ضغط وبتسبب توتر. يعني شؤون عائلية تناقش اليوم ويمكن توصل لطريق مسدود، أو ربما البعض مواليد الثور عنده نقاشات عقارية، في شيء له علاقة حتى بعقار بسفر. ممكن البعض ارتباط من مواليد الثور عم يناقشوه أو علاقة مع شريك. يعني اليوم أهم شيء ما تكون تصرفاتك متطرفة مولود الثور. ثالث مواليدنا العقرب. العقرب اليوم متضايق، عنده هيك شوي ردات فعل ليست كما يجب الحقيقة. هذا الشيء عم يأثر على طبيعة علاقاتك مع الآخرين. في مشاكل ماضية، في مصاريف يمكن تكون طارئة، في بعض المسؤوليات سواء بالعمل سواء بالبيت، علاقة مع أفراد العائلة، مع أحد السلطات بحياتك، لا بشغلك، ممكن مديرك، ممكن زميلك، اليوم تصير هيك يصير موقف محرج مزعج، أو ممكن بالبيت يعني علاقتك مع الأهل كمان شوي يكون فيها توترات. هلأ اليوم مولود العقرب حاول تعالج مشاكلك بهدوء وبدون حساسية. ننتقل لمولود العذراء. مولود العذراء هلأ بدك تحط ببالك أنه في عندك يوم اثنين ثلاثة، ثلاث أيام ما كتير محصنين، ما كتير مدعومين من الفلك صراحة. يعني بدهم هدوء وبدهم روتين هالأيام هاي. يعني خلي روتين اللي أنت بتمشي عليك اليوم، خلي ماشي، ترك الأمور تمشي على سجيتها، لا تتدخل فيها، لا تحاول أنه تعمل أي موقف أو تتبنى أي قرار بهي الأيام، أو لا تبدأ بشي جديد. بالعكس عود هيك اعمل نظرة، لأنه هو هذا اللي حيصير خلال هالأيام هاي، أنه مولود العذراء رح يقعد يعيد النظر بوضعه، بأموره، بالأخطاء اللي مريت معه، بده يعيد تقييم أوضاعه، علاقاته، وهذا كله بيعبر ببالك مولود العذراء. واليوم ممكن هيك يكون فيه هيك شوي إزعاج من عتاب، من لوم تواجهه من أحد الأشخاص حواليك. هلأ المهم أنه ما تدخل حالك بتصرفات ممكن تجلب لك خلافة. الحوت صباحه لمولود الحوت يلي كتير مشغول. يعني اليوم الحوت لازم هيك يحط برنامج، يجدول أعماله، شو مطلوب منه سواء بيشتغل أو حتى بالبيت. يعني مولود الحوت يلي ما عندهم عمل كمان، لأنه اليوم عندهم ضغط مسؤوليات كتير. هلأ في شيء كتير مهم بهي الفترة، وكل مرة أنا عم ذكر فيه وقوله أنه تواجد المريخ ببرج العذراء بسبب شوي تعب صحي لمواليد الحوت، أو بينشغلوا يعني ببعض الظروف الصحية. بدك تهتم بصحتك، تهتم بأمورك،
تهتم بأعمالك كمان، يعني أي تقصير مثلا، أي سهو، أي إهمال حيتراكم عليك وحيزعجك أكثر وحيزيد الأعباء. فلا، اليوم حاول أنه تحيك تحدد أولوياتك وترتب أمورك وفق الواقع بدون ما تحمل حالك أعباء إضافية. نروح لسرطان مولود السرطان. حلو اليوم، ولكن مولود السرطان اليوم كتير مسيطر عليه الأمور المالية، يعني عم يحسب، عم بيقيم، عم بيحط في أشياء شاغلته. هلأ هي الفترة جيدة ماليا أكيد، عطارد موجود بالأسد، الزهرة موجودة بالأسد، يعني أنا بشوفها فترة حتى فيها قبض، يعني لمواليد السرطان إذا في مستحقات مؤجلة، إذا في مبالغ أنت منتظرها، فممكن كتير أنه تحصل عليها بهذا الوقت، ولكن المصاريف يعني عم يكون فيها فوضى، فكتير بدك تنتبه وبدك تكون حكيم بالتصرف مولود السرطان وتضع مالك بمكانه الصحيح. نروح لمولود الجدي، يعني اليوم أروق مولود الجدي لأنه ضغط اليومين السابقين كان كتير هائل على مواليد الجدي، ولكن ما زالوا يعني بدائرة الحيرة شوي، بس انه نفسيا مواليد الجدي اهدأ تقريبا. هذا يوم خالي من الازعاجات، خالي من المواقف الصلبة، عم تمشي امورك بسلاسة اليوم، علاقاتك اليوم محبوب مولود الجدي، قبول الاخرين لك بيعزز مواقفك، وفي هيك اهتمامات متبادلة بينك وبين الاخرين. اذا كان في شيء امور العلاقة بامور مالية وبده ينتبه الجدي كتير، لأنه هاي فترة، لأنه كواكب موجودة ببيته الثامن كتير بتحرك الشؤون المالية، ولكن شوي بيكون فيه كمان عشوائية، يعني كل يوم بيمر مولود الجدي بده يحس أنه قديش هو عم يصرف، يعني بده يجي هذا الإحساس أنه قديش في فوضى عنده بمصاريفه أو بالتزاماته أو بالشي اللي عم يقوم فيه، بس أنه موارد المالية جيدة ولكن الصرف عم يكون. فاليوم في نقاشات على صعيد أمور المال، أو يعني إذا فيك ترتب قضية مالية أو شأن مالي مشترك بينك وبين الآخرين، بينك وبين العائلة، فأكيد لا تقصر. ننتقل لمولود الجوزاء ويومه حلو بالتأكيد، يعني هلأ عندك يومين ثلاثة كتير حلوين مولود الجوزاء، مصالحات، يعني أنا بشوف تعارف، علاقات شخصية، علاقات عاطفية حتكون مثار لاهتمامك. هلأ اليوم هيك مولود الجوزاء عم بيجيد فن إعادة التواصل بينه وبين الآخرين، مع الناس اللي بحبها، مع عائلته ممكن، رغم أنه الأمور العائلية أو الظروف العائلية بهاي الفترة ممكن شوي تكون مزعجة كون المريخ موجود بمنزل العائلة عندك. فلهيك يعني أنا بشوف اليوم عم تقدر تدير حواراتك بمهارة، إذا عندك مشكلة فيك تحلها، إذا عندك خلاف فيك تعمل له تسوية، أمورك اليوم جيدة حتى للنشاط، عنده نشاط، عنده تنقلات، أمور دراسية حلوة ممكن، يعني الأمور اليوم لصالحك. أما مولود الميزان فأكيد عنده يوم حلو، أوقات جيدة عم تقضيها اليوم، أجواء اجتماعية، يمكن يكون في أماكن متنوعة، يمكن يكون في سفر للبعض من مواليد الميزان، صداقات حواليك، لقاءات، مقابلة، يمكن يعني بشوف الأمور إجمالا بالنسبة لك، في فرص سفر للبعض، أخبار جيدة، مساعدة من أحد الأصدقاء، مساعدة من أحد المحيطين، يعني بشوف اليوم الأمور متوازنة جدا عند مولود الميزان. وصلنا للمواليد الأكثر حظاً، مواليد النار. بداية مع الحمل، حمل يا حمل، يوم مناسب لتفتح أي موضوع كان مؤجل، يعني الزهرة داعمة، عطارد داعم، بس يعني شوف مولود الحمل شؤون العمل هدي فيها شوي، يعني إذا عندك أمور عملية هلأ في تراكم، عندك كتير شغل
مولود الحمل وعندك مسؤوليات كتير، ولكن نقاشات العملية، نقاشات مع زملائك بالعمل، حاول هيك تخفف الإيقاع شوي، يعني تهدي شوي. بس إجمالا اليوم أنت شخص مقنع، عم بتوصل أفكارك للآخرين وبتوصل لنتائج وبتوصل لحلول إن شاء الله، فيما لو اعتمدت على الروح الرياضية مثل ما ذكرت. اليوم الأخبار حلوة، العلاقات جيدة، أمورك بخير. نروح للقوس. صباح يوم حلو لمولود القوس، ليعيد توطيد علاقاته ويدعمها بالمحبة. اليوم أموره جيدة، عم يناقش مواضيع العلاقة بسفر مولود القوس، العلاقة بدراسة البعض طبعا، من مو الكل. اليوم عنده أسلوب حلو وفرحان، عنده حدث حلو القوس اليوم، حتى يعني تجاوب الآخرين معه معزز لمواقفه ولخياراته. يوم بالنسبة للقوس عم يفعل قدراته الحقيقة، وكأنه هيك عم بيحدد أولويات، وكأنه عم يحط أهداف بده يمشي عليها بالمرحلة القادمة. عامة أيام ناجحة للقوس، يعني عندك هلأ 3 أيام يعني رتب أمورك فيهم. أخيرا لمولود الأسد، يعني ما هذه الجاذبية مولود الأسد اليوم؟ عم يشع الجاذبية اليوم، مسيطر على أموره، الأمر موجود عندك، عم يعطيك طاقة، نظرة واضحة، مخططات ناجحة، مشاريع عم تفكر فيها، في شي ناوي تعمله مولود الأسد. في شي حلو عند مولود الأسد، وعم تركز كتير على أهدافك ودون عشوائية. وعلى فكرة هاي فترة لمواليد الأسد، عطارد المتواجد عندك يهيئ لك مكاسب مالية، بس المريخ بصرفك ياها، فانتبه. يسعد لي أوقاتكم جميعا أصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، إن شاء الله يا رب لقائنا يتجدد بكرة. بدي ودعكم وبدي أتشكر منصور يلي كان معنا على اللايف.